إحدى أسوأ العواصف الثلجية التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة منذ نحو 100 عام، بلغت ذروتها السبت مع استمرار تساقط الثلوج وتراكمها في كل مكان. عدد من الأشخاص قتلوا بسبب هذه العاصفة التي عطلت معظم مظاهر الحياة في العاصمة واشنطن ونيويورك وفيلادلفيا وولايات أخرى. رؤساء بلدية 11 مدينة منها واشنطن طالبوا السكان بالبقاء في منازلهم حتى غد الاثنين، فيما انقطعت الكهرباء عن بعض مناطق العاصمة وتوقفت حركة قطارات المترو وباقي المواصلات العامة. وتسببت العاصفة في موجات مد قياسية تجاوز ارتفاعها ما حدث في العاصفة العاتية ساندي، وسببت فيضانات ضخمة في ولايتين نيوجيرسي ودلوير، بعدما طمرت بعض ضواحي واشنطن تحت بساط من الثلوج بلغ سمكه نحو 60 سنتيمترا. رئيس بلدية مدينة نيويورك توقع الأسوأ حتى انحسار العاصفة. يجب أن نكون مستعدين لمزيد من تراكم الثلوج الذي فاق التوقعات، وسيستمر منع التنقل والسفر حتى نخبركم بعكس ذلك. هذه العاصفة الثلجية غير المسبوقة تؤثر حاليا على 85 مليون شخص، وأغلقت مطارات الولايات التي تضربها، فيما تم إلغاء أكثر من 7000 رحلة جوية داخلية وخارجية في واشنطن ونيويورك. وأجبرت طائرة نائب الرئيس جو بايدن العائد من تركيا إلى تغيير مسارها إلى ميامي. صفاء ضاحي، العربية.